طالما عن البروتينات، عندي نوعين أساسيين من البروتين، عندي الانتجرال بروتين، البروتينات المطمورة داخل غشاء الخلية، وعندنا البروتينات الطرفية في غشاء الخلية. إذا عندنا انتجرال بروتين وعندنا بريفرال بروتين. وركز معي كويس، انتجرال بروتين، انتجرال وين نلقاه؟ هنا 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 هنا، خش لداخلك، يا اما تلقاه في صورة هي، يا اما تلقاها في صورة قناة، يا اما تلقاها في صورة زي هذه، يا اما تلقاها في صورة قناة زي توه، في صورة قناة. إذا عندي نوعين من الانتجرال بروتين، بروتينات مطمورة داخل غشاء الخلية. شوف البريفرال بروتين، شوف 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 البريفرال بروتين، ركز معي كويس، شوف البريفرال بروتين، ركز معي كويس. هذا الطبقة الدهون الفوسفاتية، البريفرال بروتين يكون في الأطراف، البريفرال بروتين يكون في الأطراف زي توه، يكون في الطرف، اسمه بروتين طرفي، بريفرال بروتين طرفي، بريفرال سهل إنه يتنحى، طق صعب إنه يتنحى، firmly attached integral attached integral protein صعب انه يتنحى، integral protein firmly attached firmly معناها صعب انه يتنحى tightly، يا اما firmly يا اما tightly، يا اما firmly يا اما tightly، بينما البريفرال loosely attached سهل انه يتنحى، loosely attached loosely attached سهل انه يتنحى، وبالتالي يرتبط برابطة ضعيفة مع غشاء الخلية، رابطة هيدروجينية، وبالتالي يرتبط برابطة ضعيفة مع غشاء الخلية اللي هي الهيدروجين بون، اللي هي الهيدروجين، اللي هي الهيدروجين بون، الرابطة الهيدروجينية بيلا تشاو، يرتبط برابطة ضعيفة هي الرابطة الهيدروجينية، يرتبط بالرابطة الضعيفة اللي هي الرابطة الهيدروجينية بريفرال بروتين، بريفرال بروتين. شوف معي الانتجرال بروتين صعب اللي يتنحى إلا بالمذيبات العضوية، صعب إنه يتنحى لأنه مطمور داخل غشاء الخلية، فما يتنحاش إلا بالمذيبات العضوية، ما يتنحاش، تمام؟ إذن الانتجرال بروتين ما يتنحاش إلا بالأورجانيك سولفنت، أورجانيك سولفنت، إذن لازم عندي مذيبات عضوية باش أنا ننحي، كان هذا ما يتنحاش، صعب إنه يتنحى firmly tightly، صعب إنه يتنحى firmly tightly attached، صعب إنه يتنحى يا جماعة الخير، كويس. شوف معي لو طلعت في الانتجرال بروتين في لقطة مهمة جدا، انتجرال بروتين في جزء هو اللي بالنقطه بالاكحل، ركز معي كويس، في جزء اللي بالاكحل، هذا الجزء هو المطمور، والجزء هو متعرض للسيتوبلازم، والجزء هو 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 اللي منقطه نيه توه، والمحاط ايدي الخطاط متعرض للميه اللي برا الخليه، وهذا متعرض للميه اللي داخل الخليه، المهم متعرضات للميه للزائل اللي برا، ما بينما الجزء هو الداخلي مش متعرض للميه، عنده فوبيا من الميه. نفس القصه هنا، غير هذا بس من طرف واحد، وهذا من طرفين، من جهه ومن جهه، بينما هذا من جهه واحده بس. هادو ما دام عندهم جزء ما يدوبش في المية، عنده فوبيا من المية، وعنده جزء محب للماء، إذا هو أمفيباتيك، نفس الفوسفوليبيد، مش قلنا الفوسفوليبيد عبارة عن هيدروفوبيك وهيدروفيليك، هيدروفيليك وهيدروفوبيك، هيدروفيليك وهيدروفوبيك، هيدروفيليك وهيدروفوبيك، أمفيباتيك، نفس القصة انتجرال بروتين، عنده جزء محب للماء وجزء كاره للماء، جزء محب للماء أهو وهو محب للماء أهو محب للماء وجزء كاره للماء، أمفيباتيك الانتجرال بروتين، أمفيباتيك أكمل جيك، أمفيباتيك حتى هو زي الفوسفوليبيد، إذا الانتجرال بروتين يعتبر أمفيباتيك، الانتجرال بروتين يعتبر أمفيباتيك، الانتجرال بروتين يعتبر أمفيباتيك، عنده جزء كاره للماء وجزء محب للماء. وعندي نوعين من الانتجرال بروتين، نوع يبان فيه الجزء المحب للماء من طرف واحد، ونوع يبان فيه الجزء محب للماء من طرفين، سؤال امتحان، سؤال امتحان. إذن عندي نوعين من الانتجرال بروتين، عندي نوعين من الانتجرال بروتين، وركز معي كويس، عندي نوعين من الانتجرال بروتين، عندي نوع يسموه فيه مونوتوبيك، مونو واحدة يعني من طرف واحد بس، الجهة المحبة للماء من طرف واحد فقط، مونوتوبيك، مونوتوبيك من طرف واحد فقط، مونوتوبيك، بينما من الطرفين عبارة عن قناة تسمح بمرور المواد التي تدوب في الماء، أكيد مش الدهون، أكيد مش من الدهون، دهون تبزن تختم عبر الدهون الفوسفاتية، خت فت طق تربق، لكن هذه تبي بوابات، اذا البوابات المواد تدوب في الدهون ولا تدوب في الميه؟ تدوب في الميه، تدوب في الميه،
المواد تدوب في المية يا جماعة الخير. إذا عندي مونوتوبيك وعندي ترانس ممبرين تشانل، ترانس ممبرين تشانل، ترانس ممبرين تشانل، تمام. وهذه تبان لي من الطرفين، إذا هذه تبان من طرف واحد محب للماء، من طرف واحد مونو مونو، طرف واحد مونوتوبيك، بينما هذه تبان من الطرفين ترانس ممبرين تشانل، ترانس ممبرين تشانل. ويمثل على ترانس ممبرين تشانل very important، هنأشر عليهم في الشيت القدام. إذا عندنا زي جلوكوز وعندنا زي الأمينو أسيد، جلوكوز والأمينو أسيد، وعندنا الصوديوم بوتاسيوم بمب اللي يحكوا بها حارات الشام كلها، صوديوم بوتاسيوم بمب ما تنساهاش، صوديوم بوتاسيوم بمب ما تنساهاش، very important in zoology، very important in physiology، مهمة جدا يا جماعة الخير. صوديوم بوتاسيوم بمب، صوديوم بوتاسيوم بمب. البريفرال بروتين اهم حاجه تحفظها لي انها ترتبط برابطه هيدروجينيه، البريفرال بروتين اهم حاجه تحفظها لي انها ترتبط برابطه هيدروجينيه. البريفرال يا جماعه الخير، البريفرال بروتين مهم جدا انك تعرف ان البريفرال بروتين في منه بريفرال بروتين الداخل وفي منه بريفرال بروتين برا. اذا عندنا زوز بروتينات طرفيه، يا اما جاي على السيتوبلازم يا اما جاي برا، يا اما انترنال بريفرال بروتين، انترنال زي هو هذا انترنال علاش نجاع السيتوبلازم في الجهه الداخليه، وفي الاكسترنال بروتين. اذا عندنا نوعين من البريفرال بروتين، عندنا نوعين من البريفرال بروتين وركز معي كويس. اذا عندي انترنال، عندي انترنال بروتين وعندي اكسترنال بروتين، internal و external protein، internal protein و external protein، peripheral protein، peripheral protein، internal external. يتصل برابطة هيدروجينية مع غشاء الخلية، سهل انه يتنحى، loosely attached، بينما هذا صعب انه يتنحى، يبي organic solvent باش يتنحى، يبي organic solvent مذيبات عضوية، يعتبر amphibatic، لان في جزء يدوب في المية وفي اجزاء ما تدوبش في المية. كان الجزء اللي يدوب في المية موجود في طرف واحد فقط اسمه monotopic، موجود في طرف واحد فقط. اول ما تشوف السؤال كلمة طرف واحد غمض عيونك وجاوب monotopic، طرفين ترانس ميمبرين شانل. كان السؤال ما تغيرش سؤال، السؤال ما يتغيرش يا جماعة الخير، السؤال زي ما هو، لقيت طرفين جاوب ترانس ميمبرين شانل، لقيت طرف واحد جاوب مونوتوبيك، جاوب مونوتوبيك. كان ما فيش كان، جاوب خلاص، جاوب لازم تجاوب، تمام. keywords الامتحان كيف تقرأ keywords، تمام. هذا في الشيت دوا هلبة، keywords polar head non polar tail، محبة للماء كارهة الماء، مع بعض اسمها amphibatic. نفس القصة في الانتجر بروتين، كارهة الماء محبة للماء، amphibatic amphibatic amphibatic، محبة وكارهة الزوز في نفس المركب amphibatic، موجود في الجزء الداخلي. أول ما تشوف كلمة جزء خارجي معناها مش ما يتكلمش على الكوليسترول، معناها ما يتكلمش هنا على الكوليسترول، رد بالك رد بالك، انيمال سيل رد بالك، موجودة في خلية حيوانية فقط، رد بالك رد بالك. البريفرال بروتين يخدمه كإنزيمات، يقول لك أما نوع من أنواع البروتينات تخدم كإنزيمات، بريفرال بروتين. أما نوع من أنواع البروتينات تخدم كقنوات، شانل 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 قنوات الجلوكوز، شانل 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 أمينو أسيد، شانل 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 صوديوم بوتاسيوم بمب. انتجرال بروتين، انتجرال بروتين يخدمه كقنوات، بريفرال بروتين يخدمه كإنزيمات، يخدمه كإنزيمز، يخدمه كإنزيمز، يخدمه وممكن يخدمه كمستقبلات، وممكن يخدمه كمستقبلات، لكن أكثر شيء يخدمه كمستقبلات الجلايكوليبيدوجلايكوبروتين. الجلايكوليبيدوجلايكوبروتين أكثر شيء يخدمه كمستقبلات، ريسبتورز ريسبتورز. إذا مين يخدمه أكثر شيء كمستقبلات، البريفرال بروتين ولا الجلايكوليبيدوجلايكوبروتين؟ بريفرال جلايكوليبيد والجلايكوبروتين يخدموا كريسبتورز، مستقبلات، مستقبلات ريسبتورز. تعال معي، تعال، مستقبلات لمين؟ للأدوية drugs، للهرمونز، مستقبلات لشين تاني؟ للبكتيريا. وشين تاني مهمة في المناعة؟ مدام مستقبلات للبكتيريا مهمة في الاميونيتي، المناعة، هرمونز، بكتيريا، دراجز، مهم للجلايكوليبيد وجلايكوبروتين.
وين موجودات الجلايكوبروتين؟ تعال معي. الجلايكوبروتين موجودات على السطح الخارجي، خارجي مش الداخلي، الخارجي لغشاء الخلية، على السطح الخارجي لغشاء الخلية. الجلايكوبروتين موجود على السطح الخارجي لغشاء الخلية. والسطح الخارجي هذا فيه مية ولا ما فيش مية؟ فيه مية. إذا من هو أكثر حاجة تتفاعل مع المية؟ هل الفوسفوليبيد؟ هل انتجرا بروتين أو الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين؟ الإجابة جلايكوليبيد وجلايكوبروتين. إذا أكثر حاجة في غشاء الخلية كلها يتفاعل مع المية الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين بروابط هيدروجينية. شوف معاي ما تتلخبطش، البريفرال بروتين يرتبط برابط هيدروجينية، هما يتفاعلوا مع المية برابط هيدروجينية. لو يسألك في امتحان من هو اللي يتفاعل مع المية برابط هيدروجينية، إجابتك تكون جلايكوليبيد وجلايكوبروتين. رياكت ويد ووتر، يتفاعل مع المية، هذا سؤال يحكوا به حرارة الشام كلها. رياكت ويد ووتر، رياكت معناها يتفاعل، ويد ووتر، رياكت ويد ووتر باي رابطة هيدروجينية، هيدروجين بوند باي رابطة هيدروجينية، هيدروجين بوند، رياكت ويد ووتر، هيدروجين بوند. تعال معي اخر حاجه جلايكوكاليكس. الجلايكوكاليكس هي عباره عن تجمع الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين، يسموا فيها جلايكوكاليكس. الجلايكوكاليكس يا جماعه الخير عندي منها تو تايبس. الجلايكوكاليكس عندي منها اللينكد وعندي منها الان لينكد. اذا عندي تو تايبس اوف جلايكوكاليكس. شو معناها لينكد؟ معناها متوصلات ببعض، الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين موصولات ببعض، فيسموا فيها لينكد جلايكوكاليكس. لينكد جلايكوكاليكس. اذا من شين يتكون اللينكد جلايكوكاليكس؟ من جلايكوليبيد وجلايكوبروتين موصولات ببعض. اذا ركز معي كويس، اذا عندي الجلايكوبروتين وعندنا الجلايكوليبيد. لينكد جلايكوكاليكس، لينكد جلايكوكاليكس. اذا يجيك سؤال اكمل يقول لك الجلايكوكاليكس المتصله تتكون من ومن؟ جاوب جلايكوبروتين جلايكوليبيد، جلايكوبروتين جلايكوليبيد. تعال معي للان لينكد جلايكوكاليكس. الان لينكد جلايكوكاليكس عباره عن جلايكوبروتين وبروتيوغليكان مش موصولات، جلايكوبروتين وبروتيوغليكان مش متصلات. جلايكوبروتين وبروتيوغليكان، جلايكوبروتين وبروتيوغليكان، لكن انلينكد مش متصلات. اذا جلايكوكاليكس عندنا منها نوعين، متصل وغير متصل. منهم المتصلات جلايكوليبيد وجلايكوبروتين، منهم المش متصلات جلايكوبروتين وبروتيوغليكان. اذا لما تشوف كلمه بروتيوغليكان انلينكد جلايكوكاليكس. جلايكوكاليكس هو عبارة عن تجمعات، جلايكوكاليكس عبارة عن تجمعات. شين الفانكشن متاع الجلايكوكاليكس؟ ما هي وظائف الجلايكوكاليكس؟ وركز معي كويس، ما هي وظائف الفانكشن of جلايكوكاليكس؟ أول حاجة التصاق الخلية، cell adhesion، cell adhesion، التصاق الخلية، cell adhesion. تمام. اذا زي شنو؟ زي عمليه الاخصاب. الحيوان المنوي امتى تتلاقى مع البويضه؟ تلتصق بالبويضه بالجلايكوكاليكس. كرات الدم البيضاء امتى بتتحد او تلتصق بالبكتيريا باش تبلعها؟ تتصل بالجلايكوكاليكس، سيل ادهيجن. كيف تظبط كرات الدم البيضاء بكتيريا تقول هه هذه بكتيريا؟ بالجلايكوكاليكس. يسموها فيها سيل ريكوجنيشن، سيل ريكوجنيشن، اي ريكوجنايز يو. تمام، انا ورقت لك. اذا كرات الدم البيضاء للبكتيريا تقول ورقت لك، سيل ريكوجنيشن، سيل ريكوجنيشن، التعرف على الخلايا ببعضها بالجلايكوكاليكس، بالجلايكوكاليكس، التصاق الخلايا ببعضها سيل ادهيجن، سيل ادهيجن، سيل ريكوجنيشن، سيل ريكوجنيشن. فكيف تميز بين الخليه الكويسه والخليه مش كويسه؟ بي الجلايكوكاليكس، نظام شركه دنيا السياحه. تعال معي، سيل ادهيجن، سيل ريكوجنيشن. تمام، ديفرنشيات، ديفرنشيات، ديفرنشيات بتوين، بتوين الهيلثي، الهيلثي سيل and diseased cell. Between healthy cell and diseased cell، بين الخلايا الصحية والخلايا الممرضة. Glycocalyx، Glycocalyx. إذن يا جماعة الخير
قلنا السلم برين يتكون من ثلاثة حاجات، كل حاجة تتكون من ثلاثة، يعني ثلاثة الليبيد عندي منها يتكون من ثلاثة، فوسفوليبيد، كوليسترول، جلايكوليبيد، البروتين يتكون من ثلاثة، انتجرال، بيريفرال، جلايكوبروتين، والكربوهيدرات يتكون من ثلاثة حاجات اللي هما جلايكوليبيد وجلايكوبروتين، جلايكوكاليكس. من هو المسؤول على اتساق الخلية؟ جلايكوكاليكس. سيل ادهيجن، جلايكوكاليكس. سيل ريكوجنيشن، جلايكوكاليكس. تفريق بين الهيلثي والديزيز سيل، جلايكوكاليكس. من اللي يخدموا كاريسبتور؟ جلايكوليبيد جلايكوبروتين، ومرات البيريفرال بروتين، ومرات البيريفرال بروتين. من اللي يخدم كانزيمات؟ البيريفرال بروتين. من اللي يخدم كقناه ترانس ميمبرين شانل؟ طرفي الجهتين خيرهم يحبوا الميه، الجهتين يحبوا الميه، جهه واحده مونوتوبيك بروتين، زوز انتجرال بروتين، زوز انتجرال بروتين. هذا اهم شيء في تركيب غشاء الخليه. انا ما يا دكتور قلنا ان السيل ميمبرين يتكون من فوسفوليبيد باي لاير، هادو الطبقتين متاع الفوسفوليبيد، وهادو يا دكتوري اللي هما البروتينات المطمورة والبروتينات والبيريفرال، وعندنا الكربوهيدرات اللي هما يشمل الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين وتجمعهم اللي يسمى بالجلايكوكاليكس. هذا السيل ميمبرين بصفة عامة. ما تنساش ان الكوليسترول موجودات في الجزء الداخلي لغشاء الخلية، very important الكلام هو يا دكتور. زي ما تعرف ان الفوسفوليبيد يتكون من بولر هيد وتو فاتي نون بولر تيل، ما تنساش ان البولر هيد هو اللي يمثل الفوسفات جروب، مجموعه الفوسفاتات. وزي ما تشوف قدامك يا دكتور ان التو نون فاتي تو نون بولر فاتي تيل بروجكتد انورد، بينما الهيد اوتورد، الهيد اوتورد على خاطر هيدروفيليك، بينما الفاتي تيل تعتبر خيرها هيدروفوبيك. تمام، very important. زي ما تشوف قدامك الوتر داخل الخلية وخارج الخلية ويتفاعلوا معهم الهيد بس، بينما التيل خشات للداخل. طبعا بالنسبة للبروتينات عندنا نوعين اللي هما الانتجرال بروتين والبريفرال بروتين. قلنا الانتجرال بروتين عنده جزئية تحب المية وجزئية كاره الماء تكون الداخل، فيسموا فيهم أنفيباتك حتى هما. وعندنا البريفرال بروتين لوسلي اتاتشد، وعندنا منها اكسترنال خارجي وانترنال داخلي زي ما موضح قدامكم، very important الكلام هو. باي بالنسبه للكربوهيدرات زي ما تعرفوا قلنا عندنا الجلايكوليبيد وعندنا الجلايكوبروتين وتجمعهم الجلايكوكاليكس. ما تنساش ان الكربوهيدرات موجودات في الغشاء الخارجي ويتفاعلوا مع الميه ويخدموا كمستقبلات اكيد. اخر حاجه بنركز عليها اللي هي الكوليسترول، موجود في الجهه الداخليه غشاء الخليه ويتحكم في السوائل فلويديتي. باي very important. واهم شيء يؤثر فيه الكوليسترول اللي هو الحراره، التمبرتشر. كل ما بتزيد الحراره كل ما بتزيد الفلويديتي، very important الكلام اهو. يفترض ان كل الاغشيه تكون متطابقه وهذا غلط. وجهين متميز داخلي وخارجي تتفاعل مع سطوح منفصل ما، برضو حتى هذا غلط يا دكاتره. تمام، unstable structure هو قالك انه هو unstable، هو يعتبر stable مش unstable. وعندنا الهيدروفوبيك تعمل بمطابة معطف على السطح الخارجي، وهذا حتى هو غلط. النظرية الجديدة اللي هي مهمة جدا، هي نظرية فلود موزايك ثيوري، والعلماء يا دكاترة ما تنسوهمش، مهمات جدا علماء. وتفرضها الديناميكية الحرارية ثيرموديناميك فقط لا غير، ما تقراش الباقي مش مهم عليك. تمام كويس. بعدين قلنا ان غشاء الخلية تكون من الدهون، والفوسفوليبيد تمثل 75%. ما تنساش الكلام هذا اللي هو عبارة عن جليسرول شادين في فاتي أسيد، زوز أحماض دهنية في الكربونة الأولى والثانية، بينما الكربونة الثالثة شادة فيها الفوسفات اللي يعطينا الطابع القطبي، الفوسفات اللي يعطي بولار. تمام، بينما الفاتي تيل يعتبره نون بولر، زوز الأحماض الدهنية تو لونج أحماض نون بولر. تمام، مهم جدا الكلام هذا، ما تنسوش لأنه يجيبوا فيه أكمل. تمام، عندنا هنا قصة الكوليسترول. تمام، ينقص من المرونة وينقص ويمنع التصلب وينقص من النفادية. أقرأ الكلمتين اللي أشرتهم لك فقط لغير. البروتينات عندنا زوز بروتينات. تمام، ويعتبروا فيهم أنفيباتك، ما تنساهاش مهمة جدا قصة الأنفيباتك. تمام، عندنا طبعا نوعين من البروتينات اللي هما عندنا الانتجرال بروتين، البروتينات المطمورة أو المغمورة، وعندنا البيريفرال بروتين هم الطرفيات. طيب شنو بيركزوا لكم عليه أكتر شيء الكلام هنا؟ عندك قصة هالروابط، فهي أهم حاجة في البيريفرال بروتين تقول لي إنها ترتبط برابط هيدروجينية،
تعتبر رابطة الهيدروجينية رابطة ضعيفة جدا. بينما هنا ترتبط بهيدروفوبيك انتراكشن، لكن هم مش مكتوب عندهم فلهذا مش مهمة. اهم حاجة اعرف ان عندنا طبق مونوتوبيك وعندنا ترانس ممبرين، واضح من اسمها مونو 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 مونو، معناها جانب واحد فقط، بينما ترانس ممبرين على جانبي الطبقة الثنائية. تمام، زي ما شرحتها لكم في الرسمة، زي ما تشوفوها في الرسمة قدامكم، نتطرق عليها أكثر في الفيديو هنا. طبعا أمثلة عندنا زوز أمثلة مهمة جدا، اللي هو المثال رقم واحد يا جماعة الخير، اللي هو الانترنت شانل بروتين اللي يسمح بدخول جلوكوز الحماض لامينية، وعندنا الاي تي بي بمب صوديوم بوتاسيوم اي تي بي بمب او الكالسيوم بمب. هادو الامثله حفظ. تمام، بعد ما تكمل هو تجي للبريفرال بروتين. قلنا البريفرال بروتين تدعم السيتوسكيليتون، مهمه جدا، تدعم السيتوسكيليتون مهمه جدا، مهمه في انقسام العضلات. تمام، ريت لك مكتوبه بالانجليزي هنا، هي سوري هي اللي مكتوبة سيتوبلازميك موتايل بروتين سيل ديفيجن وسيل كونتراكشن. مهم جدا، مهم جدا تعرف الكلام هو. بهي اخر حاجة عندنا اللي هي الكربوهيدرات. تمام، اللي تكون جلايكوليبيد وجلايكوبروتين وجلايكوكاليكس. مهم جدا انك تعرف الوظائف متاعهم، ويرتبطوا بالماء، يتفاعلوا مع المية برابطة هيدروجينية، يسألوا فيها في الامتحان، يتفاعلوا مع المية بقصة الرابط الهيدروجينية، هي مهمة جدا، وتعطي فصائل الدم كريات الدم الحمراء. هذا نهدزه على شين احنا؟ على الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين اللي موجودات في الكربوهيدرات، الموجودات في غشاء الخلية سوري. تمام، وما تنساش انه في يخدم على ربط الهرمونات، واللي يربط الأدوية والمناعة، وعندك يتفاعل مع البكتيريا. طبعا هذه صورة توضيحية لغشاء الخلية زي ما تشوفوا فيها قدامكم. هذا الفوسفوليبيد. تمام، هذا البروتينات المطمورة الانتجرال بروتين في اللي يخدم كتشانل. تمام، وهذا البروتينات الطرفية البريفرال بروتين. تمام، وزي ما قلنا انتجرال فيها طرف من وجهين، بايو في وجه واحد اللي هو المونوتوبيك، ما تنساش البريفرال بروتين. بينما هادو ما اللفات هادو عبارة عن جلايكوليبيد وجلايكوبروتين. تمام، اللي مهمات توا قلنا الأهمية متاعهم. اخر حاجة عندك انت لتقراها مهمة عليك اللي هي الجلايكوكاليكس. طبعا ما تنساش ان الجلايكوكاليكس يا دكاترة، الجلايكوكاليكس عندنا نوعين منهم، عندنا اللينكد وان لينكد. لينكد جلايكوكاليكس وان لينكد جلايكوكاليكس. اللينكد جلايكوكاليكس يتكون من جلايكوليبيد وجلايكوبروتين، بينما ان لينكد يتكون من بروتيوغلايكان وجلايكوبروتين. ما تنساش الكلام هو مهم جدا 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 جدا. وظائف الجلايكوكاليكس برضو حتى هم مهمات جدا، التصاق الخلايا، ريكوجنيشن التعرف الخلوي خصوصا الجلايكوبروتين والجلايكوليبيد. تمام، أنسجة مزروعة لها علاقة بزراعة الأنسجة والتعرف على الخلايا الأخرى. لو نبي نزرع نسيج معين ونبي نتعرف عليه يا جماعة الخير، يبي الجسم يتعرف عليه أو مناعتك تتعرف عليه، حتتعرف عليه بالجلايكوليبيد. وآخر حاجة عندنا الإنديتيليال الفاسكولار سيل أو البلاد سيل. تمام، هذا طبعا هذا يا جماعة الخير فكرة نبدأ مختصرة على غشاء الخلية بالكامل. ما تقراش الشيت قبل لا تلف لفة على الصبورة مرتين ثلاثة باش تراجع الكلام اللي قلناه هذا على السريع من شيت الكلية. بالتوفيق للجميع.